طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم. يتجدد بنا اللقاء مع هذا المساق ومع مهارات جديدة في موضوع إجراء الحوار الصحفي. نستذكر سويا ما انتهينا إليه في المحاضرة السابقة فيما يتعلق بمراحل إنتاج الحديث الصحفي. كنا قد استعرضنا هذه المراحل وتحدثنا عن ثلاث مراحل أساسية. دعونا نستذكر من خلالكم هذه المراحل، من تتذكر معنا المرحلة الأولى وهي ويقع في إطارها ماذا نعني بالإعداد؟ فاصل. نعم. اختيار الشخصية. المرحلة الأولى كما تحدثت هدف واضح للحوار، ومن البداية يجب أن يكون محددا بدقة كما تحدثنا. تحديد الموضوع، تحديد الشخصية، كل ذلك يتم تلخيصه أو تجسيده في شكل إعداد الأسئلة. أما المرحلة الثانية فهي ترتيبات التصوير. المرحلة الثانية هي المرحلة التنفيذية العملية الميدانية التي تتضمن على إجراء الحوار نفسه، إجراء الحوار وما يتعلق به من تقنيات ومن أساليب ومن إجراءات سنتحدث عنها بالتفصيل. المرحلة الثالثة والأخيرة، تفضلي. مرحلة التحليل والمنازعة يتم فيها تجهيز المادة الأولية بعد تفريغها من التسجيل واختيار القالب الفني المناسب مع استخدام الأساليب برضه المناسبة وللتحرير واستكمال المعلومات تمام. هذه المرحلة الثالثة هي مرحلة الإنتاج الصحفي، بمعنى أن يعود الإنسان، يعود الصحفي، تعود الصحفية منكم إلى المكتب، إلى المنزل، إلى مكان العمل، تبدأ بعملية تفريغ المادة، تجهيزها بصورة أولية ثم تحريرها. وكما اتفقنا يفضل أن نبدأ من الآن التحرير الإلكتروني مباشرة من خلال الجهاز حتى نعتاد على ذلك. اليوم نستكمل اللقاء ونركز كما سبق وأن تحدثت إليكم في جزئية واحدة من هذه الموضوعات، لأننا نريد أن ندخل في معترك العمل إن شاء الله يعني مع الأسبوع القادم. جهزوا أنفسكم لتحضير الخطوات العملية لإجراء أول حديث صحفي إن شاء الله. فالخطوة اليوم التي سنتحدث عنها هي هذه، سنستعرضها بشكل سريع. يبدو أن طرق إجراء الحديث، كيف نجري الحديث؟ ما هي الأدوات الوسائل التي نجري من خلالها الحديث الصحفي؟ بشكل سريع لن أتعرض إليها طويلا. هناك الحديث المباشر وجه لوجه وهو أقوى وأهم أنواع الأحاديث الصحفية. تذهبين إلى الشخص المعني، إلى من نريد التحاور معه لإجراء الحديث، وفي هذا المكان وهناك العديد من المزايا التي يمكن أن تتحقق من إجراء الحديث الصحفي وجه لوجه. مثل ماذا ممكن أن تكون هذه المزايا؟ مزايا نعم، متابعة لغة الجسد والانفعالات والتفاصيل الدقيقة الخاصة بالمتحاور. ثم نقطة أخرى، الإقناع فيه، لأنه وجه لوجه وفي متابعة جيدة، فلذلك يكون فيه نوع من النقاش الحيوي والإقناع بصورة أكبر وأعمق. أيضا الحصول على المعلومات واستيضاح المعلومات بشكل أوضح وأسرع، لأننا وجه لوجه، أي نقطة، أي معلومة، أي مصطلح نريد أن نستوضحه مباشرة يمكن أن نسأل عنه. ربما يعني طالبة منكم تسأل، وأيضا هذا يتوفر في الوسائل الأخرى، نعم، ولكن قد تتعرض إلى تشوش، إلى مشاكل فنية، مشاكل تقنية، إلى عدم تواصل جيد، لكن عندما نكون نتواصل من وجه لوجه فإن المسألة تعني لنا الكثير وتحقق لنا كصحفيين مزايا عديدة. حديث آخر وهو حديث الإنترنت، وهو اليوم أصبح متاح بشكل ونطاق واسع جدا، وأصبح يعوض إلى حد كبير حديث المباشر في حال وجود الشخصية المستهدفة خارج النطاق المحلي. نريد أن نجري حوارا صحفيا مع أي شخصية في العالم، كما ترون في الفضائيات عبر نشرات الأخبار، عندما يطرحون أي خبر، أي قضية، أي موضوع،
ممكن أن يجروا في الوقت الواحد أكثر من حوار. تذكرون أيام الثورات العربية كانت الشاشة تقسم إلى أربعة وربما إلى أكثر. شاشة التلفزيون، هنا المحاور، وهنا شخصيات من عدة دول، ليس شرطا من دولة واحدة. هذه طبعا المزايا التكنولوجية أتاحتها بصورة كبيرة جدا. أيضا لدينا كما تحدثنا سابقا لدينا برامج التكنولوجيا زي برنامج السكايب والواتساب وغيرها من البرامج التي تتيح لنا التواصل المباشر، ولكن عيوبها كل طريقة من هذه الطرق لها مزايا ولها عيوب، لكن أقوى المزايا تتجسد في الحديث المباشر. هناك في التكنولوجيا تبقى عرضة للانقطاع، عرضة للتشوش، البنية التحتية الإلكترونية ضعيفة، فلذلك نجد أن التواصل ضعيف ونتعرض لبعض المشاكل والتقنيات المختلفة. شبكات التواصل الاجتماعي، من تعرف كيف يمكن إجراء حديث صحفي عبر شبكات التواصل الاجتماعي؟ هناك أكثر من طريقة حديثة. تشاتينج، ممكن أن نجري حوارا عبر الفيسبوك، أسهل من تويتر، عبر جوجل، عبر الآن في خدمة جديدة رائعة جدا في جوجل اسمها هانج أوت. هانج أوت تتيح لنا إجراء حوارات مباشرة بالفيديو والصوت مع أناس آخرين مشتركين معنا في جوجل، وهذه يمكن أن تبحثوا ويمكن أن تتحدث عنها في أوقات أخرى إذا تسنى لنا ذلك، فهي ميزة أيضا رائعة جدا. كثير تابعت اللي من لديهم اشتراك في جوجل، من لديها بريد إلكتروني على الجيميل الآن بإمكانها أن ترى ميزة جديدة أضافوها إلى البريد الإلكتروني، يمكنك أن تتحدثي وتشاهدي من تشائين من الليست الموجودين، الكونتاكت الموجودين، أو إحنا بنبعث لهم هم بيبعثوا لنا، فأمر ميسور جدا أصبح هذه الأشياء. الحديث الهاتفي مشهور جدا، يأتي مباشرة بعد الحديث المباشر، لأنه الصحفي يوفر علينا هذا النوع من الأحاديث، الوقت والمكان والزمان وما إلى ذلك. لا يتسنى لنا أن نجري أحاديث، كل حديث نجريه نتوجه إلى صاحبه في مكانه، في محافظته، في بلدته وما إلى ذلك. هذا يستغرق وقتا طويلا. اليوم الوسائل التكنولوجية تختزل الوقت والزمان والمكان، لذلك لا غبار في استخدامه، ولكن تحرمنا من المزايا المتوفرة في الحديث المباشر. لا نراه، لا نستطيع أن نستوضح منه مباشرة، لغة الجسد غير واضحة، المعالم لدينا كثير من الأشياء التي نريد أن نتابعها لا يتاح لنا متابعتها. إلا في بعض البلدان متوفر خدمة الهاتف المرئي، وهو بإمكانه أنه نشاهد المتصل شريطة أنه يكون الاثنين مشتركين بنفس النظام، مثل نظام الموبايلات. هناك خدمة الفيديو المرئي ولكن غير متوفرة لدينا في فلسطين، متوفرة في الدول الخارجية. بإمكانك أن تشاهدي الشخص المتصل معك وهو يشاهدك من خلال هذه الخدمة اللي هي خدمة الفيديو المرئي. ثم المؤتمرات الصحفية، وهي وسيلة من الوسائل التي يمكن من خلالها إجراء حوارات صحفية، ولكن هذه تميل إلى العمومية، بمعنى لا نستطيع الحصول على سبق على معلومات خاصة، المعلومات لا تختص بوسيلتنا، لأن عندما أحضر مؤتمرا صحفيا كصحفي متواجد مكانكم، وهنا يكون الشخص المتحدث أو مجموعة الأشخاص، من حق كل الصحفيين أن يحصلوا على الإجابات كاملة حتى لو لم أوجه أي سؤال. أنا جئت إلى هذا المؤتمر ولم أوجه أي سؤال، أحصل على كل الإجابات التي تحدث بها، لأن هذا المؤتمر هو للجميع، public، وليس بشكل خاص للصحفي الذي توجه بسؤاله. لذلك هناك تحدث بعض الحالات جيد أن تتعرفوا فيها عليها في المؤتمرات الصحفية. مثل ماذا؟ جئت إلى مؤتمر صحفي ولدي سؤال مهم جدا حساس يحقق سبق صحفي، لو طرحت هذا السؤال ستضيع علي فرصة السبق الصحفي، ماذا أفعل؟ ما هو التصرف؟ بعد الانتهاء من المؤتمر
المؤتمر الصحفي تنتظر المسؤول يعني بعد الانتهاء. هذه واحدة من الحالات، ولكن بعض المسؤولين لا إذا كان رئيس دولة لا يتسنى لك بسهولة الالتقاء به بعد انتهاء اللقاء. الحرس والأمن والإجراءات الأمنية لا تسمح لنا، قد ننجح وقد لا ننجح. لذلك هنا تحتاج إلى مغامرة من الصحفي. كيف؟ تتذكر المواقف التي تحدثنا عنها قبل ذلك، أن يسرع الصحفي أن ينقض انقضاض على الشخصية قبيل مغادرتها اللي هي صالة القاع أو قاعة المؤتمر الصحفي، حتى لو تدافع إليه الحراس أو المحيطين بهذا الشخص عندما يتعرفوا أنه صحفي، ممكن أنه هم يقبلوا هذا الوضع وممكن ما يقبلوش. حتى نكون يعني واضحين، ممكن ننجح في هذه الخطوة وممكن ألا ننجح، ولكن يجب أن نجرب. حالة أخرى شاهدتها بأم عيني، لا ما ممكن يعني اوضح له ان هناك شيئا خاصا اريد ان استوضحه واختص به له، خاصه اذا كان من وسيله مشهوره بتعرفوا يعني هناك ستكون بعض التجاوب والامتيازات لهذا الصحفي. شاهدنا حالات شبيهه ولكن بنماذج مختلفه. كيف؟ ان احدى الصحفيات مثلا نفس الوضعيه اسرعت الى الشخص المتحدث بمجرد انتهاء المؤتمر ل توجيه سؤال خاص إليه، فاجتمع الصحفيون حوله. طبعا بعرف الصحفيين طالما في واحد صحفي واقف مع الشخصية يعني في شيء خاص، خاص مش شخصي، في سؤال خاص، في سبق صحفي، في سؤال في نقطة ما حدش منتبه إليها. فهذه أيضا حالة يعني تستدعي حسن التصرف، وأيضا حتى لا نكون مثاليين قد ننجح وقد لا ننجح، بمعنى إنه ممكن أتوقف كصحفي أو كصحفية كما تحدثت في المثال، تتوقف الصحفية عن طرح سؤالها وتقول تطلب منهم إذا كان لديكم أي شيء تفضل، لأن هناك شيئا خاصا مع السيد المسؤول. وإذا لم ينصرفوا وهو اعتذر لأن الوقت ضيق لديه، واعتذر لديه لأنه لن يسمح له يعني لن يكون باستطاعته الالتقاء معها بعد ذلك، ماذا تفعل؟ قد تضطر إلى توجيه السؤال أو تأجيله إلى اتصال آخر فيما بعد. فيش حاجة اسمها وشوش. قد تضطر. هنا ما يسعفنا هنا، تعرفون ما يسعفنا في هذه الحالة؟ العلاقات الشخصية. بناء شبكة علاقات مع الشخصيات وتوطيد هذه العلاقات وتعزيزها، ليس فقط بناء، يعني مش مجرد والله أنا بعرف المسؤول هذا، هذا لا يكفي. تعزيز العلاقة من خلال التواصل الدائم معه، عدم تحريف أقواله، الالتزام الحرفي بما يقول، عدم إخراج الكلام من سياقه، هذه الأشياء تحقق لي تعزيز العلاقة، فلذلك تصبح العلاقة جيدة بإمكان التواصل معه فيما بعد. هنا أستطيع، لكن شخص ربما تعلمون بعض الشخصيات أصلا لا يرد على إلا أرقام يعرفها، فلذلك قد أتصل عليه عدة مرات ولا يرد علي. أو قد يكون مثلا مثل بعض المسؤولين الجهاز الجوال موجود لدى الحرس وليس معه، ثم يحاول أنه يحول له المكالمات المهمة، والناس المش معروفين أو حتى الصحفيين في بعض الأوقات ممنوع يقتربوا من هذا الشخص لأنه بيكون فيه موضوع معين بعيدا عن الإعلام. يعني ممكن بناء علاقات يعني مش بس مع شخصية مباشرة، كان مثلا مدير مكتب وسكرتير أشخاص محيطين. تذكرون ماذا قلنا في المحاضرة السابقة؟ عندما تحدثت أنه في بعض الأحيان العلاقة الأهم تبدأ من المرتبة الدنيا في الوظائف، مع احترامنا للجميع، بمعنى علاقتي مع سكرتير أو سكرتيرة أو موظف بسيط في مؤسسة من المؤسسات قد تنجح اللقاء، قد تعطيني مؤشر على أن الشخصية موجودة فأسرع لإجراء اللقاء. وأعطي يعني قدمت لكم بعض الأمثلة، ومن بينها أن في بعض المؤسسات ننسج علاقات مع
مسؤولين في كافة المستويات. ماذا تفيدنا هذه العلاقات؟ في بعض الأوضاع والموضوعات المسؤولون يتهربون خوفا من إعطاء تصريحات، لا يريدون التعليق، لا يريدون يعني لا يجدون ما يعلقون عليه، هم في أزمة. إذن ماذا يحدث؟ ينكرون وجودهم دائما. فلذلك في هذه الحالة مثلا حدث أكثر من مرة معي ومع زملاء كثر صحفيين أن تلقينا الإشارة بوجود هذا المسؤول في المؤسسة أو في الوزارة أو في أي مكان ما الموجود فيه هو من أحد العاملين والموظفين في المؤسسة، فقط يعطيني طرف الخيط، لو سمحت أنا حابب أبلغك إنه فلان هي موجود الآن في المؤسسة أو في الوزارة فقط. هاي كل المعلومة اللي أعطاني إياها. هذه المعلومة قد تقودني إلى إجراء الحوار. فإذا علينا ألا نوفر أي علاقة يمكن أن تنشأ لنا، لأنها قد تكون بداية الخيط، وهذا نشعر فيه بأهميته أكثر، ليس فقط في الحوار وإنما في التحقيق الصحفي، لأنه تحقيق يعني قضية كبيرة معناته إخفاء معلومات غالبا. فلذلك نحتاج إلى مفاتيح كيف نصل العبرة أو المشكلة تصبح لدى الصحفي، كيف أصل إلى هذه الشخصية، كيف أصل، كيف أعثر عليه. لذلك هذه المفاتيح قد تقودنا إلى هؤلاء الأشخاص. واضحة المسألة؟ إذن هذه الآليات والوسائل اللي ممكن نجري من خلالها المقابلة الصحفية. أنواع الأحاديث سنأتي إليها بالتفصيل فيما بعد إن شاء الله. نأتي الآن نأخذ جزء من مرحلة الإعداد، وهو جزء مهم جدا لأنه سنبدأ به تدريبنا في الأسبوع القادم إن شاء الله. إعداد الأسئلة. الحوارات، أي حوار من الحوارات الصحفية في محصلة النهائية عبارة عن ماذا؟ عبارة عن سين وجيم، عبارة عن توجيه تساؤلات وتلقي إجابات. هل شاهدتم في يوم من الأيام أي حوار صحفي يخلو من توجيه تساؤلات؟ لا يصبح، لا نطلق عليه حوار. حوار يجب أن يكون الصحفي جاهزا لتوجيه تساؤلات، هناك مداخلات، هناك مقدمة ماشي، لكن في النهاية يجب أن أوجه السؤال. فلذلك هذه النقطة غاية في الأهمية بالنسبة لنا كصحفيين في ضرورة تطوير وبناء، أولا بناء مهاراتنا الأساسية في إعداد الأسئلة، صياغة الأسئلة، وتوجيه الأسئلة. لدينا ثلاث نقاط فيما يتعلق بالأسئلة. موضوع الأسئلة ليس موضوعا عابرا. إعداد الأسئلة، من أين نحصل على الأسئلة؟ من وين بنجيب الأسئلة؟ حصلنا على الأسئلة. تدوين الأسئلة وصياغتها، كيف يتم تدوين الأسئلة؟ هل نكتب السؤال كاملا؟ هل نكتب رموز؟ هل نكتب مصطلحات؟ هل نكتب أول السؤال؟ طرق مختلفة. توجيه الأسئلة وطرحها، جهزت السؤال، أعددته، جهزته، كيف أطرح السؤال؟ كيف أجعل سؤالي أكثر وضوحا وتأثيرا؟ كيف أجعل سؤالي واضحا للمتحدث بحيث لا يعود إلي ويقول الرجاء توضيح السؤال، سؤالك غير واضح، سؤالك مبهم، سؤالك غامض. لأن هناك قد تكون مشكلة لدى الصحفي فعلا في توجيه سؤال. وأنبهكم لموقف يتكرر كثيرا مع بعض الصحفيين. ما هو؟ في بعض التساؤلات خلال اللقاء عندما ينسجم الصحفي مع هذا اللقاء، خاصة إذا كان في معلومات ونقاش وساخن وما إلى ذلك، أعقب على كلام المتحدث كصحفي، أعقب، تحدث بنقطة معينة أعقب عليها ولا أنهي كلامي بسؤال. فهنا هذه النقطة بتكون نقطة ضعف، لأنه الشخص حيرد علي ويقول لي أين سؤالك؟ ماذا تريد بعد هذه المقدمة؟ ما الذي تريده؟ ما الذي تود أن تسأل عنه؟ فلذلك دائما نوجه أو نقدم مدخل بسيط، نقدم مداخلة، نأتي بمعلومات خارجية لا غبار على ذلك، ولكن الأهم ماذا؟ الأهم أن نختم هذه الجملة بصيغة استفهام.
هناك معلومات تفيد أن الأحداث التي تقع في الضفة الغربية قد تتطور إلى المطالبة بإقالة فياض وعرضه على محاكمة وما إلى ذلك. أتيت بمداخلة، توقفت. لو أنتم مكان المتحدث ماذا ستطلبون مني؟ ما سؤالك؟ طب ماذا تريد؟ طب وش يعني؟ ماذا بعد ذلك؟ إيش اللي بدك إياه؟ فلذلك يجب أن أنهي هذه المعلومة أو هذا الاقتباس الذي أتيت به من أي مصدر من المصادر الأخرى بصيغة استفهام. هل يمكن أن تستجيب السلطة لمطالب الجماهير بإقالة رئيس الوزراء وعرضه على محكمة عادلة؟ هنا السؤال، سؤال واضح المعالم. سنأتي فيما بعد إلى ماذا، وسنعرض عليكم إن شاء الله إذا لم تتح لنا اليوم في المحاضرة القادمة، نركز على صيغة السؤال، لغة الجسد، توجيه السؤال، نبرة الصوت، حركة اليدين، حركة الوجه. السؤال الهام يجب أن يظهر من نبرات صوتي. أنا الآن وجهت سؤالا هاما، هل يمكن أن تستجيب السلطة الفلسطينية ورئاسة ممثلة برئيسها لمطالب الجماهير المنتفضة في الضفة الغربية منذ عدة أيام وتقيل رئيس الوزراء؟ النبرة فيها نوع من أنواع الحدة. لماذا؟ لأنه موقف هام، سؤال هام. هذا السؤال يختلف عن سؤال أبدأ به اللقاء، هل لك أن تعطينا بعض المعلومات عما يجري في الضفة الغربية؟ هل هناك فرق؟ بالتأكيد لا يمكن أن يستوي هذا السؤال والسؤال الآخر، لأنه هذا مجرد حصول على معلومات، بداية مدخل. لكن هذا السؤال من صميم الحدث، لأنه الآن هو ما يتوج الأحداث، مطالبات بالإقالات والمحاكمات وما إلى ذلك. فإذا النبرة هذه تحتاج منكم إلى شخصية مهنية قوية وجريئة. وقلت لكم أن السؤال القوي والمهني الذي يميزه هو أنتم، والذي يضعفه هو أنتم، بمعنى نحن وأنتم الصحفي. الصحفي هو الآن الفيصل في هذه المسألة. كيف؟ سؤال هام وأقدمه بطريقة مرتبكة وضعيفة وبسيطة، فلذلك كأنني يعني أقول للمتحدث أنني في موقف ضعيف، يعني جاوب قد ما تقدر براحتك بخاطرك وما إلى ذلك. لكن عندما هذه لها إحاءات نفسية، هل ستدعون المجلس الوطني إلى الإنعقاد للبت فيما يجري من أحداث في الضفة الغربية؟ هناك أسئلة تستحق مني أن أركز عليها بالنبرة، بالحركة، بالإيماءة، بكل ما يتعلق مع هذه الأمور. أريدها منكم، أنا أتمنى أن أراها وأراكم وأنتم تجرون اللقاءات، لكن إذا أتيحت لنا الفرصة في التدريب إن شاء الله سنحاول أن نطبق هذا التدريب. أنا أعلم أنه يحتاج إلى جهد أكبر، يعني طالبتين يجروا الحوار، واحدة تصور اللقاء حتى لو كان على الموبايل إذا كان يعني الريزوليوشن في التصوير موجود فيه جيد، والأخرى تجري اللقاء حتى نستعرض بعض هذه الحوارات ونقيم أنفسنا. ولا ضير، كلنا يخطئ، وكلنا لا يبدأ دفعة واحدة، وإنما يحتاج إلى تطوير مهاراته وقدراته. لكن سنحاول جاهدين أن نجري مثل هذا التدريب، لأنه بفيدنا في أنه الواحد يتعرف على أخطاء ومن ثم يحاول تجنبها في المرة القادمة. إذن الأسئلة هي عماد الحديث، كما تحدثت لا يوجد حوار بدون أسئلة. الأسئلة تكشف عن بصمة الصحفي، وهذه نقطة غاية في الأهمية. هناك مقولة رائعة لأحد الصحفيين الغربيين، إذا أردت أن تتعرف على صحفي فاستمع إلى أسئلته. أنا ما بعرفكم، طلبت منك إجراء حوار صحفي مع شخصية، يمكنني أن أتعرف على شخصيتك المهنية والصحفية وصفاتك من خلال الأسئلة التي توجهينها وكيف توجهينها. إذن هذول الثلاث أمور، إعداد الأسئلة، قوة الأسئلة، تحضيرك الجيد للسؤال، توجيه السؤال، هذه الأشياء تكشف عن بصمتنا المهنية.
فالمسألة ليست مجرد توجيه عابر للسؤال، لا، مرتبطة بصفات مهنية وصفات شخصية للشخص الصحفي الذي سيوجه هذا السؤال. فأرجو أن تنتبهوا جيدا إلى هذه النقاط الصغيرة وتتذكرونها جيدا عند إجراء الحوار إن شاء الله. ما معنى كلمة إعداد الأسئلة؟ ماذا نفعل في إطار إعداد الأسئلة؟ الآن نريد أن نحضر لهذه التساؤلات ونعد أسئلة. نأخذ مثالا، أيضا الحدث الساخن الآن هو ما يجري في الضفة الغربية، فالمطلوب منكم إجراء حوار صحفي مع أحد المسؤولين في السلطة في رام الله للحديث حول تطورات الأوضاع، تداعياتها، إلى أين ستقود، إلى أين ستصل، وما إلى ذلك. إذن الآن مع من ممكن؟ من تعرف شخصيات ممكن أن تكون ملائمة في هذا الإطار؟ هنا تأتي الثقافة، مطلوب منكم معرفة الشخصيات، لأنه بناء العلاقات يعني بدايتها معرفة الشخصيات. من لديها اسم شخصية يمكن؟ عزام الأحمد. منصبه؟ من الآن فصاعدا يا أخوات، أي شخصية ستذكرونها يجب أن تذكر الاسم والمنصب، اسم الشخص ومنصبه، لأننا نتعامل معه كإنسان مسؤول في موقع ولا نتعامل معه كشخص عزام الأحمد. لماذا اخترناه؟ لأنه هو إنسان مسؤول. غير عزام الأحمد؟ وزير الأوقاف. مصطفى البرغوثي طرف محايد، قد يكون طرف آخر، يعني شخص آخر محاور. جيد أنه نأتي بشخصية رسمية تمثل السلطة وشخصية تعطي وجهة نظر أخرى مستقلة نسبيا. لازم كلهم مسؤولين يعني؟ لا، أنا رسمية ومستقلة. لا، مش أنه مستقلة أو حيادية أو الشخصية نفسها تكون مسؤولة. أكيد، لأننا الآن نتحدث عن حدث هام وكلام يجب أن يكون مسؤول كمان، لأنه بعض الشخصيات قد تتهرب، لا يجد ما يقوله في الوقت هذا، لا يحاول الابتعاد عن الاصطدام بالجماهير لأنه بده يكون كلامه موزون، وأي كلام خارج السياق أو يتعارض مع مطالب الجماهير يجد نفسه هو في دائرة اتهام. فلذلك في هذا الوقت بالذات لا تجد الكل مرحب بلقاء الصحفيين. شوفوا كيف الفرق. في أوقات أخرى تعالوا يا صحفيين اجروا لقاءات معنا. في أوقات الأزمات معظم المسؤولين يتهربوا حتى لا يصطدم بمطالب الناس ودعواتهم المختلفة. ممكن تستعانوا بمحلل سياسي. محلل سياسي. جيد، المهم أنه وصلنا إلى شخص أو عدة شخصيات. الآن نطبق ما معنى إعداد الأسئلة على هذا الحوار الذي سنجريه أو أكثر من حوار. وضع النقاط والمحاور الأساسية للموضوع على هيئة تساؤلات. أول شيء نضع محاور، ما الذي نريد من هذا الموضوع؟ الهدف، ما الهدف؟ ما هدف هذا الحوار الذي نريد إجراءه؟ من تقول لي ما الهدف من هذا الحوار؟ تحدثت وأكدت أن أي حوار يجب أن يرتبط بهدف واضح المعالم، هدف أو أكثر، نأخذ هدفا واحدا. طلع على ردود المسؤولين تجاه هذه القضية، يعني أنه الشعب مثلا أنه بثور عليهم تجاه الأزمة الاقتصادية اللي صايرة، فبدنا نعرف المسؤولين إيش وجهة نظرهم من هذا، إيش الأسباب، إيش اللي صاير يعني بالضبط في الهدف. معرفة أسباب ما يجري وتداعياته من خلال الجهات المسؤولة. طيب، معرفة هل هو فساد حكومي مثلا او مال فساد بسبب المنصب او مثلا لا انه الغلاء كان بسبب ما صار السلع اللي بتجي.
يعني الوقوف هنا هذه نقطة جيدة كما تحدثت زميلتك، لكن أكثر توضيحا. الأسباب الحقيقية لما يجري، وهذا الآن أصبح متداولا. هل القضية قضية ارتفاع أسعار فقط؟ هل هناك قضايا أخرى فجرت الموضوع؟ هذه نقطة مهمة جدا، هذا هدف مهم جدا يسعى الصحفي وراء. الهدف الواحد يا أخوات قد يوجه من خلاله عدة أسئلة، مش سؤال واحد. لكن هنا كما تحدثت قبل ذلك، أضع هذا الهدف أمامي عنوان رئيسي لا أتنازل عنه، بمعنى أنه بوجه تساؤلات لم أستطع أن أجيب على هذا الهدف، بحاول مرة وثانية وثالثة، لأنه هذا أهم هدف إلي، أنه بدي أعرف ما يجري، هل هو فعلا بسبب الغلاء أم أن هناك أسباب أخرى. أسباب أخرى اكتشفت من خلال حديث أو من خلال جمعي للمعلومات السابقة، في أسباب أخرى. ما هي الأسباب الأخرى؟ طبعا لا أريد أن أجمع بنفسي، أنا أريد من الشخص المتحاور، لأنه هذا حوار صحفي ويجب أن ننسب الكلام إلى إنسان مسؤول، فلذلك نريد أن نستمع من هذا الشخص بالتفاصيل عن الأسباب الحقيقية لما يجري. هنا تبدأ دقة الصحفي في وضع نقاط أساسية ثم تحويلها إلى تساؤلات. نقطة أخرى، الحفاظ على شمولية الموضوع مع التركيز على بعض القضايا دون غيرها. يعني ممكن أن تكون لي في هذا اللقاء، ليس شرطا، لا أهدف في هذا اللقاء إلى معرفة تفاصيل دقيقة لما يجري من قبل أسبوع إلى اليوم بالتفصيل، هذا لا يعنيني كثيرا. ليه؟ التفاصيل تعرف أولا بأول، ولكن هناك شمولية في الموضوع من حيث الأسباب، كيف تفجرت، لماذا تفجرت، أين أكثر المناطق، حتى هذه لها دلالة، أكثر المناطق التي تفجرت ولا زالت فيها، ما دلالتها؟ لماذا الخليل أكثر المناطق منتفضة ضد فياض؟ لماذا الخليل أصدرت قرارا بتحريم دخول فياض مثلا إلى أراضيها؟ هناك سبب؟ هل هناك من يدفع بهذا الاتجاه؟ هل هناك؟ هنا تأتي ملاحظات الصحف الدقيقة للوصول إلى أشياء واقعية في هذا الإطار. إذن أركز على بعض النقاط دون غيرها. ما الأفق؟ ما المستقبل في حال تم إقالة فياض؟ هل يمكن أن يقيل عباس فياض؟ هل هناك مقدمات لذلك من كلام عباس؟ أيضا نشتق من التصريحات السابقة، ثم نأتي، طب ما المستقبل بعد ذلك؟ ما مستقبل السلطة في ظل المديونية العالية التي تزيد عن مليار دولار؟ نقاط كثيرة جدا. نأتي إلى نقاط صغيرة لكن مهمة، مستقبل الموظفين، كيف يمكن للسلطة تسديد رواتب الموظفين في ظل هذه الأزمة وتصاعدها؟ الموظفين التابعين لرام الله ويعملون في غزة، ما مستقبلهم؟ اللي طبعا الرئيس في آخر خطاب له، الرئيس عباس، قال إنه يدبروا أنفسهم بأنفسهم، وهناك ستكون إشكالية في الأيام القادمة وفي الأشهر القادمة في هذا الإطار. إذا بدأت أتلمس نقاط مفصلية في الموضوع. هذا يا أخواتنا بدللنا على إنه الحوار مش رايح أتحدث، أنا مش رايح أضيع وقت، لا وقتي ولا وقته، أنا رايح أسئلة محسوبة، معلومات دقيقة، وابنوا أسئلتكم على معلومات دقيقة. ابعدوا عن قضية اسمعنا كما يطلق البعض، يعني أو مجرد شائعات، لا، نستفيد منها إنه يعني نتثبت من دقتها وصحتها، لكن يجب أن نبني حوارنا على معلومات دقيقة. عارفين هذا النوع من التساؤلات وهذا النوع من التحضير ماذا يعني للشخصية؟ عدم القدرة على خداع وتضليل هذا الصحفي، بعكس صحفي آخر دعم الحوار مع أحد الشخصيات حول ما يجري في الضفة، إيش اللي بيصير في الضفة ولوين بده يصل هذا؟ طب وإيش اللي بدها إياه الناس؟ سطحي جدا، ليس لا يتوفر فيه أدنى عمق. بالضبط، أي إنسان عادي، مش شرط يكون صحفي، ممكن يعني بالعكس في ناس يعني عاديين بيكون عندهم أفق سياسي أكثر من الصحفيين. فلذلك المسألة، يعني أريد أن أدلل لكم جيدا، المسألة مش هينة، مش معقدة، لكن مش هينة عشان نهتم بموضوع الإعداد.
الإعداد ثم الإعداد ثم الإعداد. صدقوني موضوع الإعداد هو الفيصل بالنسبة لكم لنا كصحفيين قبل أن يكون بالنسبة للشخصية. الشخصية المتحاورة عندما تشعر أن هذا الصحفي أو الصحفية التي أمامها مقتدرة، لديه معلومات، عارف لإيش جاي، لديه هدف واضح، مقاتل عنيد، فإنه يتعامل معه بطريقة مختلفة تماما عن إنسان آخر، حتى لو حاول يحجب المعلومات عنه، لكن يشعر بأهمية اللقاء المستمدة من أهمية هذا الصحفي والأسئلة التي وجهها. فهذه النقطة اهتموا فيها، لما تروحوا على أي لقاء حضروا أنفسكم جيدا، اتعبوا شوية في المرحلة الأولى في مرحلة الإعداد، لكن بالتأكيد ستحصلوا على لقاء ناجح. قلت ولا زلت أرددها وسأظل أرددها، ليس العبرة بدراسة فن الحديث إجراء حديث. أي إنسان عادي ممكن أن نقول له هناك أسئلة ستة، لو وجهت هذه الأسئلة ممكن أن تحصل على حديث. صحيح؟ صحيح. احنا نقرأ في بعض الوسائل الإعلامية الإلكترونية والمطبوعة أحاديث لم تقدم أي معلومة جديدة ولا رأيا جديدا ولا شيء فيها، لأنه صحفي لم يجد نفسه. ولكن نحن نبحث عن حوار صحفي مهني ناجح يمكننا من خلاله إطلاع الجمهور وتزويده بمعلومات بآراء تساعده في اتخاذ القرار، تساعده في تعديل سلوكه، تساعده في أن يتخذ موقفا معينا من قضية ما. الحوارات يبنى عليها آراء ومواقف وسلوك وتصرفات. عندما أستمع إلى حوار أحد الشخصيات المسؤولة قد أقتنع أن ما يجري هو مجرد فوضى، قد أقتنع أن ما يجري هو بداية ثورة، قد أقتنع أن ما يجري هو ليس له أي أفق والسلطة لن ترد عليه بالإيجاب. هذا الاقتناع أو عدم الاقتناع ينسحب علي كمواطن، هل أشارك أو لا أشارك؟ أعطيكم مثل بداية الثورة المصرية في فيلم رائع جدا اسمه الطريق إلى 25 يناير. كيف بدأ الشباب النشطاء على الفيسبوك تحديدا وباقي وسائل شبكات التواصل الاجتماعي بداية حديثهم انه بدنا نطلع في مكان نتظاهر. ما اعتقد كانوا كاتبين بوستات صغيرة وبعرض لك الفيلم بهذه البوست. ما اعتقدش حد حيجي، مش حيشارك، عشرات افراد معدودين وما الى ذلك. لكن بدأت المسألة تزيد وتزيد وتزيد مع وجود وسائل اعلام شجعت الناس على الخروج. وسائل الاعلام تعرفوا كان لها دور كبير جدا وفاعل في إذكاء هذه الثورات. هي لم تصنع الثورة، ولكن مين اللي كبر الثورة، مين اللي عززها وثبتها؟ هو الإعلام، وخاصة الإعلام الجديد، لأنه كان له دور بارز جدا في هذا الإطار. الاستفادة من الأسئلة الستة المرجعية، يعني هذه لو بعرفش أنا إشي ببدأ فيه أو بحط قائمة أسئلة منها وتعلمونها من لماذا ماذا أين متى كيف. أسئلة ستة هذه أسئلة تقليدية وروتينية لكن مهمة في بعض الأحيان. التحضير المسبق تحدثنا عنه، كتابة الأسئلة أو رؤوس أقلام تدل عليها لطرحها على الشخصية. لا، ليس شرطا أنا أسجل الأسئلة كلها بالحرف الواحد. هذه مدارس وهذه فلسفات كل صحفي. هناك صحفي إذا لم يكتب كل الأسئلة لا يستطيع أنه هو يوجهها. هناك صحفي مجرد كتب كلمتين من السؤال يعرف ما باقي السؤال، وهكذا. المسألة تعود إلى الصحفي في كيفية الكتابة والتدوين، عملية التدوين. فهم الأسئلة والابتعاد عن قراءتها. قلنا المسموح والمفترض كتابتها، لكن الممنوع قراءتها. أستعين بالورقة، نعم. أنا كنت في مؤتمر صحفي وأقف منتصبا في هذا المؤتمر، أمسك بيدي النوتة والقلم وجه سؤالي. من العيب علي كصحفي أن أقرأ قراءة حرفية، لأنني لست طالبا في مدرسة ولا يقبل مني، وشغلة معيبة للصحفي. لكن يسمح لي إذا كان هناك نص اقتباس معلومة سابقة أستدل فيها. هناك تصريحات نشرت في صحيفة الأوبزيرفر البريطانية تقول 1 2 3، خلصت التصريحات مباشرة يبدأ
السؤال ينطلق مني أنا مش من القراءة. ما تعليقكم عليها وكيف ستتعاملون معها؟ طبعا إذا كان مؤتمر يسمح لي بسؤال مركب، مش مؤتمر يجب أن نبتعد عن الأسئلة المركبة أو المزدوجة. سؤالين في سؤال، تمام؟ إذا يسمح لي الاستعانة بالنوتة ولكن لا يسمح لي قراءة السؤال. حتى يعني أنتوا في البداية ممكن تستعينوا بأنه تشوفي طرف السؤال وتنزلي، لكن ما تقرأيش. اجتهدي في أنك تحفظ السؤال، تفهم السؤال جيدا وتعبر عنه بطريقتك، ليس شرطا قراءة حرفية كمان كما هو مكتوب. هذا ليس قرآنا، هذا السؤال المكتوب ليس قرآنا. فلذلك بإمكاننا أن نغير، المهم أن نصل بالفكرة التي نريد أن نوجه السؤال المطلوب نركز فيه على المضمون. الحرص على تسلسل الأسئلة بصورة منطقية مع إمكانية إعادة، يعني وفق التسلسل نبدأ، إذا كان لقاء خاص نبدأ بالضبط، نبدأ بالتسلسل، وطبيعة مع إمكانية إعادة ترتيبها. كيف إمكانية إعادة ترتيبها؟ الآن أنا لدي لقاء خاص مع أحد الشخصيات المسؤولة للحديث عما يجري في الضفة الغربية. حدث ظرف طارئ خلال اللقاء من بدايته، أشعرني الضيف بأنني لا يمكنني مواصلة إجراء الحوار، أعتذر، لديك فقط دقيقة أو دقيقتين. إذا كنت معد الأسئلة من الأقل أهمية إلى الأكثر أهمية، هل أواصل نفس الترتيب؟ بالتأكيد لا، أختار أهم سؤال أو سؤالين وأوجهه في هذه اللحظة. إذن هذه تصرفات سريعة بتكون من قبل الصحفي. ثم لغة الأسئلة واضحة مباشرة سهلة، لا تحتمل الغموض ولا اللبس، يجب أن تكون لغتنا واضحة حتى يكون السؤال واضحا للجميع ولا نحرج أنفسنا في أن يطلب منا إعادة السؤال. وإن كان بعض الأحيان الشخصية تطلب إعادة السؤال زي ما تحدثت، يجهز نفسه للإجابة فقط، لكن في الإطار العام يجب أن نكون جاهزين. هذه النقاط أجزاء من موضوع إعداد الأسئلة، وهو موضوع جدا مهم. أتمنى في المحاضرة القادمة أن تحضر كل طالبة منكم شخصية بموضوع مرتبطة بموضوع، قضية مرتبطة بشخصية، نأتي إلى الترتيب الصحيح، قضية مرتبط فيها شخصية، وسنأخذ تدريبا سريعا خلال المحاضرة على إعداد الأسئلة، تمام؟ على أساس أنه يعني نحتاج إلى الوقت، ما بدنا نضيع الوقت في عملية استذكار مثل هذه الشخصيات. ما هو الموضوع؟ أستمع إلى الموضوعات عشان نعود إلى النقطة، تحديد الهدف بدقة من الموضوع، مش لا نبحث عن موضوعات عامة. أتمنى أن تكون الأمور واضحة. إذا كان هناك أي استفهام، أي سؤال، أي استضاح، أي استزادة، إن شاء الله نتواصل معكم، وشكرا لكم، وإن شاء الله نكمل في المحاضرة القادمة.